السفر عبر الزمن. ثلاث طرق بسيطة للسفر عبر الزمن وثلاث طرق أخرى معقدة. قد يكون السفر عبر الزمن أمراً معقداً ومحيراً، لذا دعونا نتجاهل جميع التفاصيل المتناقضة ونتحدث عن بضع طرق بسيطة تمكنك من السفر عبر الزمن دون مغادرة المنزل. الطريقة الأولى هي: لا تفعل شيئاً، فإنك تسافر عبر الزمن بالفعل، فها أنت ذا قد سافرت 30 ثانية إلى المستقبل منذ بداية هذا الفيديو تقريباً. طريقة سهلة، أليس كذلك؟ الفكرة هنا هي أننا نسافر دوماً عبر الزمن إلى المستقبل، لكن هذا نوع ممل من السفر عبر الزمن. أما ما يثير الاهتمام حقاً فهو السفر عبر الزمن مقارنة بالآخرين. لكي تفعل ذلك ابدأ في المشي، وسوف تسافر عبر الزمن مقارنة بشخص يقف ساكناً في مكانه. فقد أدركنا منذ ما يزيد عن قرن أن الزمان والمكان هما في الحقيقة مكونان في زمكان واحد، وكلما تحركت أسرع مر الزمن عليك أبطأ. فإذا سرت حول البناية فستصبح أصغر من صديقك الذي بقي في المنزل بمقدار 3 فيمتوثانية، لكن لكي تتمكن من السير ينبغي عليك أن تقف. أنت الآن أبعد عن الأرض، ومن ثم أصبحت الجاذبية أضعف قليلاً بالنسبة لك، مما يعني أنك تسافر عبر الزمن مقارنة بصديقك الجالس. نعم، فالمزيد من الجاذبية تجعل الزمن يبطئ أيضاً، فإذا وقفت دقيقة فستتقدم قدماك في العمر بمعدل يقل 10 فيمتوثانية عن رأسك. وعلى صعيد آخر، تتعرض الأقمار الصناعية الخاصة بالنظام العالمي لتحديد المواقع في مداراتها إلى جاذبية أرضية أقل، ومن ثم تسافر أسرع عبر الزمن على نحو ملحوظ مقارنة بنا. ولهذا السبب تعدل ساعاتها كي تعمل ببطء. ربما ترغب في السفر عبر الزمن لفترة تزيد عن بضع فيمتوثانية. استعد إذن لسماع بعض النظريات المعقدة، فسوف نتحدث عن الكون. فإذا كان الكون بأكمله يدور بسرعة كبيرة، فإن نظرية النسبية تتنبأ بوجود حلقات زمنية في جميع أرجاء الكون، والتحرك عبر إحدى تلك الحلقات الزمنية يجعلك تشعر دوماً بأنك تسافر عبر الزمن، لكنك تدور بصورة عامة في حلقة وتعود إلى زمان ومكان ما في ماضيك. الأمر كما لو أنك تستمر في السير للأمام على سطح الأرض، لكن انحناء الكرة الأرضية يعيدك مجدداً إلى المكان الذي بدأت منه. لسوء الحظ، الكون الذي نعيش فيه لا يدور. ربما يكون من الأسهل بناء أسطوانة دوارة فائقة الكثافة لا نهاية لها، ويمكنها إحداث انبعاج في الزمكان لخلق حلقة زمنية. بالطبع تكمن المشكلة في كيفية بناء شيء لا نهائي الحجم. أيكفي أن تجعله في غاية الضخامة فحسب؟ للأسف لا. وإذا حاولت حشر آلة الزمن هذه في مكان محدود فستحتاج كي تشغلها إلى طاقة سلبية، وهي شيء لا يعرف أحد كيفية توليده، وإلا فسينتهي بك الحال بصحبة ثقب أسود. لكن مهلاً، ماذا لو بنينا ثقباً دودياً بدلاً من الثقب الأسود؟ إن الثقوب الدودية جسور افتراضية عبر الزمكان، لكنها ليست مستحيلة من الناحية الفيزيائية، فهي طرق مختصرة يمكنها أن تصل فوراً بين مكانين وزمنين مختلفين في الكون. فإذا كان لديك ثقب دودي فربما يصبح في وسعك استخدامه للسفر إلى الماضي أو إلى المستقبل، لكن المشكلة تكمن في أن أحداً لا يعرف كيفية بناء الثقب الدودي، أو إن نجحنا في بنائه فلا نعرف كيفية منعه من الانهيار، وهو ما وصفه شون كارول وصفاً بليغاً قائلاً: الإبقاء على الثقوب الدودية مفتوحة
يتطلب شكلاً من أشكال الطاقة السلبية، ولا أحد يعرف كيفية توليدها، مع أن البعض يطلقون عليها اسم المادة الغريبة ويتظاهرون بإمكانية وجودها. للأسف يبدو أنها خطة فاشلة، لكن عزاءك الوحيد هو أنك قد سافرت بالفعل إلى المستقبل. فقد مضى ما يقرب من 5 دقائق على بداية هذا الفيديو، وقد أصبح لدينا الآن أجهزة طيران نفاثة للاستخدام الشخصي.